السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن على القناة. كنت قدمت لكم على مدار الحلقات اللي فاتت سلسلة متنوعة من أشكال الورود المصنوعة من الورق، والنهاردة إن شاء الله هقدمها لكم بشكل جديد اللي احنا شايفينه مع بعض دلوقت. نشوف الأول الأدوات اللي بنستخدمها. ورق كريشة ألوان، مقص، خيط، عيدان من الخشب، وأي نوع من أنواع الصمغ اللاصق.